تصريح قاسي من ليو ميسي. هيدا هو كان جواب ميسي من بعد ما سألوه عن بنزيما وريال مدريد. لما سألوه عن بنزيما إذا بيستاهل الكرة الذهبية، جواب ميسي بدون أي تردد إنه كريم بنزيما هو يلي بيستاهل بكل جدارة. وطبعا كل العالم توافق هذا الرأي إن كنت مدريدي ولا غير مدريدي. بينما لما تم سؤاله عن ريال مدريد إذا بيستاهل دوري أبطال أوروبا، فهون كان رد ليو ميسي: ريال مدريد ما بيستاهل دوري أبطال. هيدا اللي قاله ليو ميسي بعضم لسانه عن ريال مدريد. طبعا المدريدية حيختلفوا والبرشلونية حيكونوا معه، وياما في مشجعين كرة قدم بتأيدوا وبتختلف معه أيضا. خلونا نحكي شوي بشكل منطقي. هيدا التصريح أول شيء ما بينقال خاصة من لاعب كبير وأسطوري واحد من أفضل لاعبي بتاريخ كرة القدم إنه والله هذا الفريق ما بيستاهل يربح دوري أبطال أوروبا. هيك بتبين للعالم إنك أنت مشوب من هذا الفريق. أنت كان فيك تتجاهل هذا السؤال، لأنه ما بحق لحدا أبدا يحكي إنه ريال مدريد ما بيستاهل. طبعا الحظ بيجي مرة مرتين، بس أنت فريقك يربح على فرق عالمية مثل اللي قدامك، تشيلسي بطل أوروبا السابق وبطل العالم، فريقك باريس سان جيرمان اللي رعبوا العالم كله بأسمائه عمل فيكو ريمونتادا، سيتيزنز بطل إنجلترا وأقوى الفرق بأوروبا حاليا عمل فيهم ريمونتادا، وبالنهاية ربح ليفربول يلي بنعد واحد من أقوى الفرق بالعالم أيضا. فأنت مش بطل أوروبا، لا، أنت بتستاهل لقب بطل إنجلترا، بطل فرنسا، إلى جانب بطل إسبانيا. فأيوة نعم، أنت بطل أوروبا وبطل العالم أيضا. لما يجي حدا يحكي على الحظ، تذكر منيح أنه ريال مدريد لعب 180 دقيقة مع كل فريق ذهابا إيابا، مش عم يلعبوا 5 دقايق أو 10 دقايق، عم يلعبوا 180 دقيقة. كان فيك أنت تقلب النتيجة، بس ليه ما قلبتها؟ لأنه كنا بنعرف أنه ريال مدريد بيملك شخصية الأبطال. فقبل ما تحكي عن الحظ، تذكروا منيح أنه ريال مدريد مر بأصعب مشوار إله بين كل الفرق الأوروبية بدوري أبطال أوروبا، ونعرف أيضا أنه الفرق المنافسة كانت أخطر، بس بالنهاية الخبرة وشخصية الأبطال هي اللي فازت بالـ 14.